وبالعودة إلى الحوار الذي أجرته مجلة فالير أكتويل الفرنسية في عددها الأسبوعي الصادر اليوم مع الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لمؤسسة البوابة نيوز ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس CEMO. ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير لمؤسسة البوابة نيوز ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس. دكتور عبد الرحيم، أولا كل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها بخير في ذكرى 30 من يونيو، وأهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. يعني في البداية، كيف ترصد التجربة المصرية في مواجهة الجماعة الإرهابية؟ والله هي تجربة رائدة، كل سنة طيبين طبعا. وحضرتك طيب أوكي. مصر كلها طيبة بمناسبة عيد الأضحى وبمناسبة 30 يونيو. طبعا هي تجربة رائدة في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للإخوان. نعم. واستطاعت في فترة وجيزة جدا أنها تفتت التنظيم تفتيت كامل وتطيح بقياداته اللي خارج مصر واللي داخل السجون متهم في جرائم مهمة جدا داخل مصر، والقيادات الوسيطة برضو غالبا معظمهم اللي هاجر أو سافر برا مصر واللي موجود في السجون متهم في جرائم خاصة ب الاعتداء على ممتلكات الشعب المصري وأرواحه وكده. نعم. تفتيت هذا التنظيم كان تجربة، يعني ما كانش حد يقدر يحلم في الوطن العربي أو في العالم أنه ممكن يتم مواجهة تنظيم بهذا الحجم وبهذه القوة بهذه الانتشار في العالم كله، تكلم عن 72 دولة. نعم. أنه يتم تفتيته بهذا الشكل. طيب يعني تفضل يا فندم. المشكلة مش انك انت بتواجه تنظيم محلي. لو بتواجه تنظيم محلي كان اتس اناف انك انت تعمل تفتيت لهذا التنظيم في الداخل وتحجمه وتجفف منابع تمويله فتخلص الحكاية. نعم. المشكلة انه اصبحت بعض القارات مش الدول هي اصبحت حاضنة اساسية لهذا التنظيم الدولي الان، حتى بعد ما بعض الدول زي قطر وتركيا احتضنت هؤلاء الناس وهذه الجماعة وبدأ التقارب المصري والتصالح المصري وتقارب وجهات النظر بين مصر وتركيا وبين مصر وقطر، بدأوا يطردوا هذه العناصر وبدأوا يكتشفوا قد ايه هي خطيرة على أمن القومي بتاعهم قبل ما يبقى الأمن القومي للمنطقة ككل، قبل ما يبقى الأمن القومي المصري. إنما المشكلة الرئيسية في استخدامهم لفكرة الديمقراطيات الغربية في أنهم يعتبروا أوروبا الآن بدأت تبقى حاضنة لهذه الجماعة ولهذا التنظيم الدولي. نعم. في أوروبا بشكل عام. طيب اسمح لي دكتور عبد الرحيم، يعني هنا الدولة المصرية عانت على مدار عقود من إرهاب الإخوان، أليس في هذا رسالة وعبرة للدول الغربية؟ المشكلة أنك توصل ده وتوصله صح، لأنه هو اللي بيحصل ان هم بيروحوا هناك يقدموا نفسهم على انهم مظلومين مضطهدين من انظمه غير ديمقراطيه وانظمه مش عارف ايه، وبيستخدموا بعض المنظمات المجتمع المدني بعض احزاب الخضر بعض احزاب الاشتراكيه الديمقراطيه في الغرب وبيروجوا اكاذيب وشائعات وبيتوغلوا داخل هذه الاحزاب وهذه الجمعيات بيعملوا شراكات مع المجتمع المدني شراكات مع الاتحاد الاوروبي مع البرلمان الاوروبي محاولات كسب التعاطف، يعني نفس السيناريو او النهج اللي هم بينتهجوه دايما. طيب خليني محاولات بناء. نعم. كمان هم يبنوا تنظيمات، هم بيغيروا استراتيجيات التمويل يودوه ناحيه امريكا اللاتينيه، يغيروا استراتيجيات الحواضن بدل ما تبقى تركيا وقطر تبقى مثلا دول أخرى أو دول أمريكا اللاتينية. نعم. بوسنا والهرسك دلوقتي بيتسويبوا معقل ليهم دلوقتي بدل ما تبقى لندن هي الدولة الأساسية اللي فيها الفرع الرئيسي للتنظيم يبقى ستوكهولم. نعم. السويد وهكذا، بيعملوا تكتيكات واستراتيجيات جديدة خالص عشان ينشروا التنظيم بشكل قوي جدا بشكل مختلف انتظاراً لفرصة قادمة يضعف فيها النظام في مصر لا قدر الله، يبقى في إمكانية لعودتهم بأي سبب
لا قدر الله يرجع تاني قوي زي الأول، لأنه أصلا هو قوي بره جدا وبيشتغل كويس جدا. لك أن تتخيل الشراكة بينهم وبين أوروبا وصلت النهارده رأس مالهم بره 60 مليار دولار. نعم. فأنت مش بتتكلم عن تنظيم عادي، أنت بتتكلم عن أخطبوط زي ما سميته في الحوار مع مجلة فاليير أكتويل. ده بقى أخطبوط بأزرع عديدة جدا جدا، أزرع مالية وأزرع سياسية وأزرع اقتصادية وأزرع مدنية لدى الجمعيات المدنية دي، الجيوس دي. يعني منتشرين بشكل قوي جدا 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 في أوروبا الحقيقة يعني. وهناك صمت كامل في مواجهتهم، يعني ما فيش حد بيواجه. بدأت دلوقتي فرنسا شوية تعمل تحقيق واسع حوالين مصادر تمويلهم وحوالين التبرعات وبناء المساجد والتعليم داخل مدارسهم. بدأت بعض الدول الأخرى تعمل ده، لكن لا يوجد تعاون أوروبي واضح في مواجهة الظاهرة دي، اللي ممكن خلال 10-15 سنة تبقى من أقوى الظواهر اللي موجودة في أوروبا، وتمثل خطر كبير جدا مش بس علينا في مصر، ولكن على الدول العربية وعلى الشرق الأوسط كله بشكل عام. طب اسمح لي يا دكتور ابراهيم، احنا هنا بنتكلم عن المستقبل، مستقبل الجماعه. يعني هل اصبحت اوروبا حاضنه لجيل جديد من قيادات واعضاء التيارات المتطرفه دي؟ اصبحت حاضنه للجيل الثالث والجيل الرابع اللي بدا يخترق اوريدي احزاب اليسار واحزاب الخضر. نعم. وكل الأحزاب الديمقراطية في الغرب بدأ هذا الجيل يخترقها بفعل المظلومية من ناحية، أو بدعاية المظلومية من ناحية، وبدعاية أنه مواطن غربي أوروبي اتولد في هذه المنطقة ومن حقه أنه يمارس سياسة ومن حقه يتم دعمه حكوميا، وبدأ يعمل جمعيات ويعمل شركات غير حتى الشركات الأوبشور اللي عملوها قيادات الإخوان وغزت أوروبا بالكامل في فترة من الفترات. بدأوا يعملوا تحالفات سياسية، لك أن تتخيل قيادة سياسية اسمه ميلانشو في فرنسا مثلا. ميلانشو قيادة يسارية كان عنده حوالي 17 نائب في البرلمان الماضي، في هذا البرلمان وصلوا 184 نائب بدعم من قوى الإسلام السياسي، وفي مقدمتهم الإخوان اللي بيمثلوا حوالي 200 جمعية موجودين في الضواحي الباريسية، بتكلم عن 6 مليون صوت. نعم. منهم على الأقل هم معاهم حوالي مثلا 1.5 مليون ولا بتاع. فأنت بتكلم على ناس بتخطط تنظيم متكامل. نعم. طب اسمح لي يا دكتور عبد الرحيم، يعني ما هي خطورة انتقال تنظيم الإخوان من المنطقة العربية إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، وبرضو إذا كنا بنتكلم في المستقبل؟ يعني الخطورة الأساسية إن البلدان دي ما تقدرش تتفاهم معاها بلغة انه الجماعة دي ارهابية اقمعوها. لا، ارهابية اديني دلائل واضحة على انها ارهابية، اديني دليل انه مسك سلاح، اديني دليل انه 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 محتاجة شغل كبير جدا عشان تقدر توضح للناس دي قد ايه هذه الجماعة جماعة عنصرية. نعم. سواء عنصرية بتفكير بقى الاوروبا، بقى انت راجل بتقول حرية الرأي والتعبير، هل تملك هذه الجماعة حرية الرأي والتعبير؟ هل تقبل حرية الرأي والتعبير؟ بلاش حرية الرأي والتعبير، هل تقبل حرية الرأي الآخر؟ نعم. حرية العقيدة، من حق أبقى مسلم أبقى مسيحي أبقى أي حاجة في الدنيا، هل ده مقبول أنتوا بتقبلوه في أوروبا؟ هل هذه الجماعة تقبله وهي نبت أوروبي أنتوا بتقولوا عليه؟ هل هي تقبل حرية المرأة بشكل عام؟ نعم. ولا بتدعو لكذا وكذا وكذا في المرأة؟ لازم ده يتشرح للأوروبيين، لازم يتم مواجهة حقيقية. الحرب للأسف الشديد مش ما انتهتش عندنا، هما لازالوا هناك أقوى بكتير جدا لأنهم بعيد عن إيديك، لازم بعيد عن النار. نعم. يتم مواجهتهم مواجهة فكرية هناك، مواجهة سياسية على الملأ، يتم توضيح الكلام دوت للأوروبيين. وإحنا لنا تجربة معاهم لما عملنا مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس في 2017، ورحنا البرلمان الفرنسي والبرلمان الأوروبي، ورحنا الاتحاد الأوروبي، ورحنا الأمم المتحدة، وعملنا ندوات كتيرة جدا، وعملنا لقاءات مع برلمانيين وسياسيين وأحزاب. بدأوا يتفهموا ده، بدأوا يقدموا مذكرات لحكوماتهم
بتحظر هذا الكلام وبدأوا يعملوا قانون اسمه قانون، بدأ بقانون الانفصالية ولما اعترضوا عليه سموه قانون حماية القيم الجمهورية اللي هي قيم الحق في التعبير، قيم الحق في العقيدة، قيم حقوق القيم الأوروبية الأساسية. إذا أنت موافق على هذه القيم أهلا وسهلا تعيش في الدولة الأوروبية، إذا مش موافق عليها يبقى ما 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 لا تدعو لغير هذه القيم داخل البلدان الأوروبية. وبدأوا يفعلوا هذا القانون، ومن خلال هذا القانون بدأ تحقيق كبير جدا، اكتشفوا فيه عناصر بتدعم الإرهاب، واكتشفوا فيه جمعيات كوموفلاج يعني مش موجودة على أرض الواقع لكن بتلم فلوس لصالح الإرهاب ولصالح جماعة الإرهاب جماعة الإخوان، واكتشفوا حاجات كتير جدا ولسه التحقيق شغال. أعتقد أنه معاه سنة هيستوضح مزيد من الأمور. طب اسمح لي يا دكتور عبد الرحيم، أخيرا هل سيأتي الوقت الذي يندم الغرب فيه على تبني الجماعات الإرهابية واحتضانها؟ بالتأكيد هو الآن بيعمل ده. لما تضطر دولة عريقة في الليبرالية وعريقة في الديمقراطية وعريقة في حقوق الإنسان اسمها فرنسا تعمل قانون اسمه قانون الانفصالية، وبعدين تحت ضغوط دولية تخليه قانون حماية القيم الجمهورية، أن تضطر دولة زي فرنسا قامت الثورة فيها من 200 سنة تتكلم على احترام القيم الجمهورية اللي أرثتها من 200 سنة فاتت، إذا لديهم مشكلة كبيرة هم مدركينها تماما ويدركونها تماما الآن، ويتناقش ده في البرلمان ويقر قانون حقيقي دوت، ويعلن ماكرون انه لن يترك انه لازم قبل ما ينهي فترته ينهي هذه الظاهرة على الإطلاق. هناك مواجهة فكرية كبيرة جدا بتتم في السويد ومراكز دراسات بدأت تطلع بهذا الشكل، هناك محاولة تحجيم في لندن، ألمانيا بتقوم بمجهود هائل جدا في هذا الإطار، ولكن يظل كلمتنا إحنا كمصريين كتجربة رائدة في هذا المجال يجب أن تصل بشكل صحيح وبشكل حقيقي ويتم توضيحها أوروبا عشان ياخدوا بيها، عشان لأنك أنت يعني مش عيب أن الأوروبيين يتعلموا منك لأن دي تجربتك حقيقي، دي تجربتك وأنت رائد فيها، سواء في مواجهة الإرهاب في سيناء والجماعات الإرهابية الدولية سواء قاعدة داعش غيره، ومواجهة تنظيم دولي زي الإخوان المسلمين. على أوروبا أن تسمع لك، على أوروبا أن تعي دورك جيدا، لكن يجب أيضا أنت أنك تبادر بده وتروح وتشرح ده بشكل كامل وتاخد كل الوثائق اللي عندك التي تدل وتثبت كلامك، وأنا متأكد ان هم بيسمعوا بالفعل. في بعض منهم مغربين وشغالين مع الجماعات دي من فترات طويله وفي بعض عايز يفهم لكن في بعض عايز يفهم بالظبط وهيفهم وهيتحرك معاك في الوقت المناسب. واسمح لي في هذا الاطار ان انا اشكر حضرتك على هذا الحوار الحقيقه اللي هو دور ليه كان ليه دور كبير برضو في استضاح الامور. الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس هيئة الاداره والتحرير لمؤسسه البوابه نيوز ورئيس مركز دراسات الشرق الاوسط بباريس، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه التفاصيل.